واحدة من سلسلة الندوات التي قامتها مؤسسة الحكيم على هامش المؤتمر الدولي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع المرأة في العالم والمقام حاليا في نيويورك. أقامت المؤسسة ندوة فكرية تحت شعار دور التوعية الدينية في القضاء على العنف ضد المرأة، وحضر الندوة عدد من المفكرين والمنظرين في حوار الأديان، حيث أكد الجميع على نبذ العنف ضد المرأة بكل أشكاله. It was a great event because coming from different tradition, each one of us tried through our own experience and backgrounds to share our views in order to mobilize our efforts somehow to bring awareness that how violence against women actually it's against our society and therefore we should bring a kind of positive cure in order to prevent any further and future violations. وفي نقاشات موسعة أدلى كل بدلوه، أغنى وفد مؤسسة الحكيم متمثلا بالدكتور جعفر الحكيم مدير مكتب المؤسسة في نيويورك، وعضوية الدكتور مهدي عبد الله مدير العلاقات الخارجية، والدكتورة عبير حسون، والدكتورة عايدة القيسي، والدكتورة شكرية المالكي، حيث أغنوا الحاضرين بالمعلومات القيمة بما جاء في الدين الإسلامي في تجليه لمكانة المرأة، مستشهدين بآيات قرآنية تدلل على مكانة المرأة في الإسلام، متخذين من مكانة السيدة فاطمة الزهراء البتول نبراسا للمرأة العراقية. ندوة تتحدث عن دور التوعية الدينية ودور الأديان في القضاء على ظاهرة عالمية هي ظاهرة العنف ضد المرأة، ودور رجال الدين والتوعية الدينية في القضاء على هذه الظاهرة وتفعيل القيم الدينية. ونحن في مؤسسة الحكيم باعتبار نحن مؤسسة مجتمع مدني، وباعتبار أن هنالك مبادرة هذه المؤسسة تبناها هي مبادرة اليوم الإسلامي للعنف ضد المرأة، لهذا كانت هذه الندوة تتضمن رجل دين من الجالية الأرمينية هنا المطران، وأيضا نائب رئيس منظمة أديان من أجل السلام الأمريكية العالمية، ومتحدثات من الجالية العراقية في أمريكا الدكتور عبير حسون. وكانت هنالك نظرة في كثير من الأديان ورؤيتها حول العنف ضد المرأة. احنا جينا إلى الأمم المتحدة للمشاركة في العنف في إيقاف العنف ضد المرأة مع مؤسسة الحكيم فاونديشن، جئنا مشاركة كعراقية أولا وكامرأة مسلمة وبالنسبة لي كأكاديمية للمشاركة مشاركة نساء العالم في الوقوف يدا بيد من أجل إيقاف العنف ضد المرأة. وقد عبر الحاضرون عن إعجابهم وامتنانهم للدور الفعال الذي تقدمه مؤسسة الحكيم في نشر التوعية الثقافية وإدامة تواصل الترابط الاجتماعي بين الأديان المختلفة، وكذلك اطلاع العالم على مكانة المرأة العراقية ودورها الفاعل في العراق الجديد ما بعد عام 2003. Today's event was an important signal to the world that Al-Hakeem Foundation is addressing this issue in Iraq, in different locations, Najaf, Basra and other places, and also important initiative of Al-Hakeem Foundation for the Islamic Day of Anti-Violence Against Women. That's a very, very significant initiative. تتفق جميع الأديان السماوية على تحريم العنف ضد المرأة، بل تعزيز مكانتها الاجتماعية ووصفها بالأم والزوجة والبنت، وهذا ما أكدت عليه مؤسسة الحكيم في جل ندواتها التي عقدتها في نيويورك وعلى مدى أسبوع. حمد الكرخي، قناة الفرات، من داخل أروقة الأمم المتحدة، نيويورك.